annagu hadaanu nahay xaqiiqatan Kenya aan waxaan soo jiitay quraanka hargeysa ka socda amal mid loo istaago oo loo soo jeedo ki ugu khayrka badnaabad u taagan tihiin inta Soomaalidu ay degto ama ummada Soomaaliyeedu ahlul quraan ahayd fala mathila lakum alyawm wahida lamida maanta ma jiro للإسلام وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أعزائي الحضور ذكورا وإناثا شيوخا وساسة علماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ونينجي سواحيل ما يقول لها الله سلام سفعة ما إيقا قادين مسهد دون ديرو مركا أنت وحارتين عن رهلتين كتاب بلوشو السلام عليكم بارك الله فيكم انت سوا كفتن وحان مركك وبادو ما حد علينا ان اله سبحانه وتعالى جل جلاله اسبو كان كان ماشان قروح ذا بدن اسبو كان كان ان ان اسبو نيمانو وحل اسبو يمادو او لو كلما او لغا شيكايستو وخي او خير كبدنا لا كلميي حبين ادو بركايسن او جوغي سو دغن يحي اله هداي مركا سو سعد علماء قار ان كدحاي عاوا ما دحنا وليله القدر roobka daaya iyo jawgu isugu toosan yahay marka barakallahu fiikum waxaan u mahadcelinayna ilaahay mahadcelintiisa kadib mu'assasatu al-misbah oo ugu horeeya fadilatu sheekh al-qari al-mughrish abd nasir oo sabab u noqday asaga iyo walaalaha la shaqeeya amalkan jaliilka ah inaynu isugu nimaanno waxaan leenahay jazakumullahu ahsana al-jazaa عمل من لو استاغو او لو سو جيدو كي او خير كبنابد او تاغان تيين وحانا ايدو كفيلان شهادو اي ابال مرين مد النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اهل القران فوسييو اه خيركم من تعلم القران وعلمه بركه وحان لينا هي ان شاء الله تعالى ادبد ما سنتين وحديثين طريق توسن انغو هدانو نهي حقيقه ركينيا وحنا soo jiitay quraanka hargeysa ka socda nicmada qofku markuu ku jiro aad uma dareemo quruxdeedana ma arko anagu maanta waxaanu u nimid ahl hargeysa naqtabis min nurikum waxaanu u nimid nurkiina inaanu ka dhimbil qaadano waxaanu u nimid inaan idin ka faa'iideysano xaqiiqatan wala fakhr ma aha inaan hortiina kala yahay أنت صومالي ذو أي دكتور أما أمد صومالي ذو أهل القرآن هيد فلا مثيل لكم اليوم وحيدا لم إذا ما أنت مجره أبشروا بذلك وهذا يكفيكم فخرا وحالا هاي وحيدا لم إذا مجره ما يشاء قادين قف قاري مجره مقدشة ترتن لغو قبتا جيجيقدا أكتينا لغو قبتا كيان ما يلبضا وقبنا نيروبا وقبنا Mombasa ku qabana Garissa ku qabana Wajir ba ku qabana Mandeer ba ku qabana wali mustawaha ay gaadhey Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa meel Soomaalidu ay degtay oo gaadhey oo qashar Ciiraaq ku tartantaa ay ma jirto waxa leeyahay arintaas ayada waxay sabab u noqon doontaa wax badan oo niyadiina ku jiro oo waxa weeyaan rajaynaysiin او وخي خدمان برخدي اي وسعيين هي رجا سياسيين ده بسبب القران ان اكو هشان اعترافتي وجو غير بيني اجوغي لماذا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم شرفتي وقوم من ضد استاكتين اهل هرجيسا طيبتم وطاب من شاف ادي اد بانيدكم هاد علين هينا ايدي كنا فانينا وحان رجين هنا ان ان ايدي كدينا علماء iyo ganacsato iyo quraan intaba waa shafantihiin rag iyo wiilal iyo gabdho ma aydaan kala harin waxaan aniga oday ka ahay muassasad la yiraahdo muassasatul huda lil quraanil kariim
وحان ديه لها شعبد ناصر هديه وقلالين عنده والشيخ وحان ولا لون بل وحان حصوصتي سنة كيساقالات بمريسة مؤسسة الهدى تادنا ديسمبر أو شعبد رسيق مسابقة كيدو الرئيس كها سنة كيساقالات بأيضا رجالي سلايس في نفس هذا العام مرفوح عليها إن شاء الله تعالى فرع مؤسسة المصباح أبريه رجيسا يا مغرهنا تطوع قلاتها وانو يكفانينا هذه أدوما حسنتهين ضد وحاتينا نكفانو وحيالا أدخاص لتهي باجرت وحاكمي ذا وحلي إلى ذو الصراحة وكان ما يلها جون أدوى نديد إيسانا ضد عضا أو قلب فرنه وحي قلبي ورسول عميريا هكشيغا أياتين كان فأدوما حسنتهين مدحدينا الله بركيه مدحوينها كحيان كادا إن لجوغي وزيركي وحاوي وغابتي دينتا لجنة التحكيم وش عبد الرشيد وقامين هيون علماء دي صوغ وقالي سي رقا إيا دومر كإيا قبلها إنت ما أدى دوما حسنتهين وحاربا كلمة دي دينا بسوق بقبيه قرآن كا أدى اللوذي شا عبد الناصر يا دكتور محمد الأهدل يا مراكز تكلم مقالة دي كويا لا والنوغو هرمرتان حفدين تي سي والنوغو هرمرتان قرآن كو الحفدسان قراءات كو الله بارتو متونتو على حفديو وحان إذن كودر دار مينا أوكاله إراد ما أنت وحي كدن بأي آد كودر تان هده هروب جرتين هو خيرنا في فهم معانيه قرآن كمعانيه سي إلا فهمه وحاوي آد وحاوي آد أنت أيضا كودي ستان أو بلوذان قرآن كو حسونان هيا بركة معانيه سفاهن سنتهي جزاه الله خير الجزاء برامج حاجر النيروبي فضيلة الشيخ محمد عبد الله وقبل آبي وهدى القرآن في فهم معانيه ليلاده أصدقنا إن شاء الله تعالى مرغوبا أنه برام جبا نصوبا نقدونا وتفسيرك وتفسيرك خصابسا تاسا كدر دار مينا أرضي القرآن كحفتي السيد إني كل جسيان قرآن كمعانيس إني فهمان آد بأدوما حسنتهين أولا وآخرا وجزاكم الله أحسن الجزاء ونوركم الله.